أهلا بكم سيداتي سادتي، نحن هنا في معقل الرفاع الشرقي حينما يواجه تحت 21 الرفاع الشرقي نادي اتحاد الريف، فريق أول اتحاد الريف. هي المباراة الأولى للرفاع الشرقي في فترة توقف دوري تحت 21، لنرى استعدادات اللاعبين.
محمد فيصل تعادل في أول مباريات التوقف. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مباراة كانت صعبة مع يعني إحنا فريق شباب، لعبنا مع فريق الدرجة الثانية يعتبر فريق أول، فريق صاعد. كانت مباراة بدنية أكثر من ما هي فنية حق اللاعبين، الكل خذ فرصته، ومباريات يعني في التوقف مهمة حق يعني الرتم يتم شوي، ما يعني حق ما ننسى الرتم. كابتن، مباراة مهمة خاصة أن الرفاع الشرقي ما يفتقد لحس المباريات في وقت صعب في الموسم. طبعا وقت صعب مثل ما انت شفت، يعني الفرق في الدوري، الفارق النقاط مو كثير، الكل يطمح انه يتأهل، واحنا يعني محتاجين مثل هالمباريات حق ان ما نفقد الرتم، وحق نقدم في اخر مبارتين مستوى شوي طيب. يعني كابتن، متبقي للرفاع الشرقي مبارتين بمثابة مباريات نهائية في الجولتين القادمة. طبعا يعني الحين تقريبا اول 6 فرق كلهم يقدرون يعني يتأهلون، بس احنا اللي علينا ناخذ مباراة بمباراة، نحاول ناخذ 6 نقاط يعني من كل مباراة، والباقي بيد رب العالمين. كابتن، كامل التوفيق في مباراتين القادمتين، يعطيك العافية وما قصرت. بسم الله الرحمن الرحيم. علي، تعادل مفيد نوعا ما أمام شباب نادي الرفاع الشرقي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مباراة استفاد منها الطرفين، وكل لاعبين الاتحاد الريف حصلوا فرصتهم، وعشان كل لاعب يثبت للكابتن انه قادر يواجه اي تحدي قدامه. كابتن، بدايه صعبه نوعا ما لاتحاد الريف في الدوري، يعني كنادي جديد بدايه انا اشوفها واجد جيده ممتازه، لا يغرك بالنتائج يعني، بس كلاعبين الكابتن تعب عشان يصنع هالفريق، واحنا باقي الدوري طويل ونقدر نثبت للكل ان اتحاد الريف جايب قوه. كابتن، الفوز في المباراة الماضية أمام نادي القلالي، الفوز جاء قبل الوقفة، هذا الفوز واجد يعطينا إيجابيات، يعني عندنا شهر نعدل الوضع أكثر وأكثر، نطالع السلبيات ونشتغل عليها، وإن شاء الله الجولتين الجاية، 3 جولات الجاية نقدم فيها أفضل، نجهز روحنا للمباراة القادمة إن شاء الله. كابتن علي، كامل التوفيق في المستقبل في الموسم، الله يوفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فواز عبد الحكيم، تعادل أمام فريق أول اتحاد الريف. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الهدف من هاي المباريات الاستفادة، ولأن احنا فترة توقف فزين نصعد الرتم شوي فوق، نلعب مع فريق أول نستفيد منهم، لاعبين كل واحد ياخذ فرصته يلعب جدار عشان يقدر يمسك مكان إن شاء الله في الدوري. كابتن، اليوم شاهدنا لاعبين كثر أخذوا فرصتهم، وإن شاء الله في المستقبل أنهم يثبتون روحهم في الفريق الأساسي للشباب الرفاع الشرقي. طبعا المباريات الودية هي مباريات يعني لازم أنت تطلع فيها، لازم تثبت روحك حق المدرب، عشان المدرب بعدين إذا تشوفك شنو تسوي في الملعب يقدر يحطك في التشكيلة الأساسية وتأخذ مكانك ومركزك. مباراتين متبقية، مباراتين بمثابة النهائي، تحدثت مع اللاعب السابق وقلت له ما مدى أهمية المباراتين هذه لتحديد مصير الرفاع الشرقي في الدوري؟ طبعا أكيد المباراتين كلهم مهمتين، ولازم ناخذ كل مباراة مباراتها ونلعبها كل مباراة كأنها نهائي، لأن نفس ما تشوف جدول الترتيب يعني في منافسة شوي على المركز الثاني، وطبعا الشباب أكيد يبون التأهل، وإن شاء الله اللي الله كاتبه بيصير. كابتن، يعطيك العافية، ما قصرت.